المزمور الثاني عشر. خلص يا رب، فإن الصفية قد انقرض، والأمينة من بني آدم قد زال. كل امرئ يكلم صاحبه بالباطل، وبشفاه تتملق، وقلوب تزدوج يتكلمون. ليستأصل الرب جميع الشفاه المتملقة، واللسان الناطق بالكلام المفخم. ومن قالوا بألسنتنا ننتصر، شفاهنا معنا، فمن يسودنا؟ من أجل اغتصاب البائسين وتنهد المساكين أقوم الآن، يقول الرب، وأنعم بالخلاص على من إليه يتوقون. أقوال الرب أقوال طاهرة، فضة مصهورة في بوتقة من تراب، صفيت سبع مرات. أنت يا رب تحفظنا، وللأبد من هذا الجيل تحمينا. إن الأشرار في كل ناحية يطوفون، في حين رذالة بني آدم تتفاقم.